اهلا بيكم في حلقه جديده من الموسم الجديد لبرنامج اون سيت. حلقتنا النهارده فيها اخبار كتير جديده وعندنا كمان فقرات كتير جديده ومختلفه يا رب تعجبكم. الفنانة يسرى صرحت في المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي ان فيلم الافتتاح السنة دي هيكون فيلم قصير. الحقيقة ان دي اول مرة يتعرض فيها فيلم قصير في افتتاح مهرجان الجونة. الفيلم اللي هيتعرض هو فيلم 60 جنيه من تأليف واخراج عمرو سلام. في 4 اكتوبر اللي جاي هتبتدي منصة ووتشت في عرض مسلسل جديد وهو مسلسل على باب العمارة. المسلسل عبارة عن 10 حلقات وهو اول بطولة للفنان حاتم صلاح وبيشاركوا البطولة آية سماحة، محمد محمود وكمان محمد رضوان، اللي مسلسل من تأليف مصطفى حمزي واخراج خيري سالم. لا مش امين انت يا عم امين. وعدان ولد عمك هجم على البيت وخد البهايم كلها. هو ما يعرفش ان البيت ده فيه ولد اسمه عوض. عوض عوض فاشل وهيفضل طول عمره فاشل. سحبت 1,000,000 جنيه من البنك النهارده. تقريبا جبت حاجه انا مروح ما فكرتش سحبت 1,000,000 جنيه ولا. طول عمره تعبني عشان يبقى راجل لازم أن يشوف اللي انا شفته. انت كده وقعت نفسك في مشكله كبيره قوي قوي قوي. استلم ده شمالك كده. كنت في حفله تنكريه ولسه راجع. تكتب كتابك عليه وعوض مرتبط. طلع بنت على شقتك. طب بتقول ايه يا بغل انت؟ انا بغل؟ اه بغل وستين بغل والناس كلها عارفه. الله الله كوتشي وعوض بيلبس رجله ايه؟ نضاره؟ شقتي اللي اتسرقت. بنتك مني في سرقه شقه الاستاذ البير الجوهرجي. ما تشيليها انت يا نوسه، انت كده كده خدامه يعني مالكيش مستقبل. مسز قوي مسز قوي. وديني يا ابوي بعد كل ده لو ما غيرتش وصيتك لكون مشغل يوم جنازتك الغزاله رايقه. يوم 21 سبتمبر كان افتتاح الدوره الاولى لمهرجان الغردقه لسينما الشباب. من ضمن فعاليات الافتتاح كان تكريم الفنان هاني سلامه. طبعا الفنانه الكبيره الهام شاهين هي اللي سلمته بنفسها جائزه الابداع. هو حبيبي وصديقي وابني واخويا والنجم المشرف بجد والخير حقيقي من يمثل الشباب السينمائيين هو النجم الكبير الجميل هاني سلامة. أنا سعيد جداً جداً إن أنا موجود معاك دلوقتي وعايز أشكر طبعاً الأستاذ محمد الكسوسي لما كلمني. شرف ليا طبعاً أنا وان انا اتكرم وسطيكم كلكم ووسط نجوم مصر والعالم العربي كله. يوم 22 سبتمبر اللي فات كانت الذكرى الاولى لرحيل الفنان الجميل هشام سليم. الحقيقه ان احنا كلنا مفتقدينه، عشان كده في نجوم كتير حرصوا ان هم يعملوا فيديو يقولوا له فيه قد ايه هم بيحبوه وقد ايه هو وحشه. هشام كان من انظف الناس واجدع الناس واطيب الناس. وحشني وقطعت بيا يا هيشو. احنا دلوقتي يا جماعه بنحلل دماغ خضره. ما صعب 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 نحلل هذا الكلام. هشام سليم اكتر انسان كان بيعرف ينكشني وحشني جدا جدا جدا. هيشو حبيب الملايين فتى احلامي وحشتني وحشتني قوي. يا اتش وحشتنا جدا جدا جدا. انت سبت مكان فاضي. وحشتني ضحكتك نبلك وشهامتك وجدعنتك. هنفضل فاكرينك طول الوقت الشهم الجدع الصادق الحنون جدا البرنس. اقسم بالله العلي العظيم يا هشام يا سليم انك كنت واحد من اشرف وانظف والطف واظرف واجدع واوضح الناس اللي قابلتهم. مش في شغلتنا لا في الحياة كلها.
شركة سينرجي احتفلت بأعلى الثلاث أفلام في إيرادات السينما المصرية. الثلاث أفلام هم بيت الروبي في المركز الأول، فيلم كيرة والجن في المركز الثالث، وبيجي بعدهم فيلم الفيل الأزرق في المركز الثالث. الثلاث أفلام من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والثلاث أفلام برضو من إنتاج شركة سينرجي. الشركة نزلت بوست على صفحتها على السوشيال ميديا وقالت نفتخر بإنتاجنا للثلاث أفلام. معظمنا لما العمل الفني بيخلص سواء كان فيلم او حتى مسلسل مش بنقرا التتر للاخر، يعني اخرنا بنركز على اسامي الممثلين، اسم المؤلف او حتى اسم المخرج، لكن العمل الفني بتتم صناعته بايدين ناس كتير جدا، اساميهم بتبقى موجوده في اخر التتر. احنا في فقره لاخر التتر هنتعرف على الصناع وعلى الفنانين دول. الفنان اللي معانا مثلا الراديو دون مثلا في ليالي الحلمية أو كشتمر كان بيبقى محطوط على القهوة. احنا دلوقتي في غرفة البرونزات اللي هي الحاجات الانتيك للبرونز. مثلا دول عنتر وعبلة، الاتنين دول استعملناهم في أكتر من مسلسل. مثلا لو قلنا ليالي الحلمية، احنا أي قطعة بتقابلنا بتقول تاريخ ما بنسيبهاش، لازم نجيبها من برواز لفاصة لتمثال لبعد الأنتيكات اللي انتوا شايفينها دي. ان مثلا حاجة من 40 سنة أو 50 سنة أو 10 سنين، أم 10 سنين بعد 20 سنة بتبقى تخش في واقعة التاريخ السينمائي أو التلفزيون. في فقرة أول عرض هنتعرف على فيلم كان أول عرض ليه في شهر سبتمبر، بس الكلام ده كان من 84 سنة. شهر سبتمبر سنة 39 كان أول عرض لفيلم سلفني 3 جنيه. تعالوا نشوف مع بعض حكاية الفيلم. ضيفنا النهاردة أول ظهوره كان من خلال فريق واما، نجح معاهم وعملوا ألبومات كتير كسروا بيها الدنيا. بعد كده عمل ألبومات لوحده، ومش بس كده لأ، كمان دخل مجال التمثيل وعمل بطولات أفلام. ضيفنا النهاردة هو النجم محمد نور. تعالوا نشوف لما قابلنا قال لنا إيه عن أغنيته الجديدة. يا نور ازيك؟ إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ منورنا، اتفضل. يعني بص، أول حاجة لازم أبارك لك على الكلاب الجديد، ما شاء الله. يعني الكلاب بقاله تقريبا كان اسبوع نازل و 3 مليون فيو تقريبا لحد دلوقتي على اليوتيوب، يعني نمسك الخشب ما شاء الله. كلاب حلو قوي، الاغنيه عجبتني جدا، كلمنا بقى على الاغنيه دي شويه. والله الغنوه دي انا بالنسبه لي حبيبها قوي، واشتغلنا عليها بقالنا فتره يعني. وبعدين هي كلمات مصطفى وحدوده، ده من الناس الشاطرين قوي دلوقتي، اللي هم يعني اغانيهم كلها ضربه وهم شاطرين. وانا لما رحت لهم وتوزيع اهاب كلوبيكس، فلما رحت لهم قلنا عايزين نفكر في فكره مختلفه شويه عن الاغاني اللي احنا عملتها، الاغاني الرومانس، الاغاني الهاديه كده. فهي الحقيقه كانت فكرتهم كلها، وانا شاركت بجزء كده في اللحن، بس الحقيقه هم تعبوا معايا على ان احنا نطلع الشكل
قريب من مزيكتنا واغنيه بترقص برضو، بس الحمد لله طلعت حلوه قوي. الاغنيه حلوه جدا الحقيقه، اغنيه فعلا ترقص ولاقي كده على المود بتاع الصيف ودمها خفيف. ده حقيقي الحمد لله. ده حقيقي. انت بتقول شاركت في جزء من تلحين الاغنيه، يعني يمكن احنا او بدايه دخولك لعالم الفن كنت بادئها بالتلحين، امتى ممكن نرجع تاني نسمع اغاني من تلحين محمد نور؟ بصي انا من اول خالص قبل ما اغني انا كنت بلحن في الاول قبل واما وكده، كنت بحاول كنت صغير يعني بحاول اعمل اغاني مثلا اقابل مثلا موت زمان كان شيت كاسيت صح، احاول اصلا اقابله ابذل مجهود جامد جدا عقبال ما اقابله فما اعرفش. وبعد كده قلت لاحمد طب ما تيجي احنا الاغاني نعملها احنا يعني هي كانت الفكره ان احنا ما لقيناش حد ياخد الاغاني بتاعتنا دي، فاحنا عملناها وابتدينا نغني بقى الحاجات بتاعتنا واما وكده وانا عملت حاجات كتير واما كانت هي دموع والله اكتر وده كلام وصورتك ولما قابلتها كل الاغاني الهاديه يعني بس رجعها ذكريات حلوه قوي يعني رجعها يعني. وعايز اقول كل ما بقابل حد مثلا في حفلات يقول لي احنا كل ذكرياتنا على اغانيك، كل الناس كلهم اللي في الجيل بتاعنا ده حقيقي التلاتينات واول الاربعينات هو خلاص بالنسبه لهم ده وقت اعدادي وقت ثانوي والجامعه والاغاني بتاعتنا لا بس انا بعمل الحاجات اللي بحبها يعني عملت تترات كتيره وعملت اغاني وتقال صعبان عليه لشيرين وعملت للجسمي وعملت لفضل شاكر عملت اغاني كتيره وان شاء الله الفتره الجايه نعمل في هيبقى في تلحين في الفتره الجايه في دماغك الموضوع باذن الله. يعني بما انك جبت سيره واما فيعني ما اقدرش ما اسالكش السؤال يمكن التقليدي اللي ممكن تكون يعني ناس كتير بتساله لك او بتساله لاي حد فيكم، مهما كل واحد فيكم ناجح لوحده لكن الناس بتفضل مستنيه تشوف واما تاني مع بعض، تشوفكوا بترجعونا تاني يمكن للذكريات الحلوه اللي وحشتنا، امتى ممكن نشوفكم متجمعين تاني؟ والله احنا عندنا شغالين على سنجل واحنا على طول يعني لسه كان عندنا حفلات في الصيف دلوقتي شغالين على سنجل مع بعض. شغالين جدا. احنا كل شهرين ثلاثه بنعمل حاجه ولكن برضو النجاح الجماعي قوي يعني طبعا. وبعدين الشغل اللي بنبقى مع بعض واحنا مسافرين واحنا قاعدين في الكواليس الحاجات دي بتبقى حلوه وليها طعم احلى من الشغل الفردي برضو. ده حقيقي. فانا بحس ان دي ليها طعم ودي ليها طعم بس ان شاء الله نعمل غيرها حلو ان شاء الله اكيد هتكسر الدنيا يعني متحمسين جدا يا رب ليها ان شاء الله. طيب انت كان اخر اعمالك السينمائيه كان فيلم الحب بتفاصيله، الفيلم ده عايزك تكلمني عنه وايه اللي بتحضر كمان ليه في الفتره الجايه؟ والله بص الفيلم ده كان قصه قريبه شويه للواقع يعني بتاع ولد يعني كان عايش في البحرين وبعد كده رجع واشتغل وكان حب بنته واتجوزها يعني القصص الطبيعيه، ولكن انا كان شرطي ان انا كنت حابب اعمل اغاني كتير في الفيلم وكل موقف اعمل له غنوه والحمد لله الفيلم طلع بالشكل الحلو وتصور جزء منه بالبحرين وجزء هنا. الشعبي يمكن احنا مش متعودين على محمد نور في الاغاني الشعبي فيعني الفكره دي بالنسبه لي أنا فكره أصلا مفاجاه كنت يعني ساكن في منطقه شعبيه في الحديقه الام وانا بحب من وانا صغير بقى حسن الاسمر واحمد عدويه وبسمع حاجات يعني كل الحاجات اللي الشكل ده بحبها والمزيكا دي جوايا مع المزيكا اللي انا درستها في الكونسرفاتوار والمزيكا الكلاسيك فعندي ميكس صراع ما بين المزيكتين دول في بعض فانا بحب المزيكا دي وبحب المزيكا دي. ايه ده عايز اسمع منك حاجه شعبي. لا عايز اقول لك ان انا كان عندي كذا برنامج يعني كان قريب وغنيت غنوتين ثلاثه وموله وبتاع ف طب انا نفسي اغني لي حاجه شعبي عشان انا ما شفتكش قبل كده بتغني شعبي فعايز اسمع. اكيد شفت ما شفتش بجد ولا عشان لا عايز اسمع منك دلوقتي بقى في البرنامج بتاعي. تلميذ قال لي القلم اكتب يا ناس استاذ كتب القلم يا ناس بكلام كتير اعجاز دي اصل الحكايه لتلميذه ويا استاذه التلميذ قليل الاصل واتحكم في استاذه وعمل عمايل غلط ما هو اصله مش باقي مش عارف ان الدنيا فيها لقى وتلاقي كان فاكر ان القرش راح يفضل معاه باقي ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام. الله حلوه جدا عجبتني جدا حتى كده لمست فيك لا لا حلوه قوي. طب ممكن نشوفك يعني بما ان انت
عملت حاجة مختلفة وممكن تغني شعبي أو تغني موال، ممكن نشوفك بتغني مهرجان، تغني راب، حاجة من الحاجات الجديدة. ممكن اللي أغني أي حاجة بناء على المكان اللي أنا فيه، يعني أنا مثلا بعمل فيلم إن أنا طالع واحد من بيئة شعبية مثلا، يعني ممكن أغني راب، ممكن أغني إنجليش، أغني أي، يعني ما عنديش مشكلة في المزيكا عموما طالما هي لايقة على الموقف أو المكان. بتحس إن هو ده بيبقى سر نجاح الأغنية، إن لازم الفنان هو بيختار الأغنية بتاعته بيبقى عارف إن الأغنية دي هتضرب أو لأ؟ أنا الألبوم الأولاني خالص بتاعي كان كل الأغاني اللي أنا بسمعها لحد بيعترض عليها، لا لا مش حلو، وأنا مصدقها. أنت من جواك حاسس؟ وأنا عشان مصدقها الحمد لله الألبوم الأولاني خالص ده كان عندي 20 سنة اللي كان فيه حياتي ونور عينيك يعني، وانا فعلا والفرح والحاجات دي جدا. كلها الالبوم ده كان مكلف يعني كلام فاضي بمخاطرة من طارق ارياني. طارق ارياني قال لي انا دلوقتي عايز اعمل لك البوم لوحدك ونجرب، فمفيش بادجت غير حاجة بسيطة جدا، هتعرف؟ قلت له هعرف. والالبوم كسر الدنيا وعمل مبيعات كتيرة جدا، وقت ما كان الكاسيت بيبيع مثلا بعت 300-400 ألف نسخة، ده رقم كبير طبعًا ساعتها طبعا. وكنت صغير ومش فاهم النجاح كان كبير اكبر من سن يعني، فبس وابتديت بقى اشتغل يعني كده، فبقيت الغنوة اللي احس بيها حتى لو اللي قدامي مش عاجباه قوي كده انا طالما انا مؤمن بيها فانا على طول واخد بالي من الموضوع ده. يمكن في ملايين حبوا على الاغنيه كل يعني. ما اشوف حد يقول لي ده انا اتجوزت على الاغنيه دي، ده انا مش عارف. من احلى الاغاني الرومانسيه اللي الواحد فعلا سمعها. انا نفسي بقى تغني الاغنيه دي عشان دي حاجه بقى شخصيه ليا، انا عشان بحب الاغنيه دي جدا. حياتي في بعدي عنك مش حياه، ده انا بعدي منك قلت اه، مشتاق لحضنك واعمل ايه، صعب عالكل حالي واشتكت مني الليالي، كل يوم بسأل سؤالي البعد ليه، دي حتة صغيرة قوي كملها، وهو انا ما باجيش على بالك ولا عذابي بيحلالك، طمني بكلمة حبيبي وريح قلبي اللي ناداني. الله الله. عايز اسالك بقى عن ولادك، يعني ولادك يمكن انت بتتكلم عنهم كتير قوي ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب، واتكلمت في اكتر من مره عن مواهبهم الفنيه، عايز اعرف بقى موضوع المواهب الفنيه ده وصل بينا لحد فين. انا عموما يعني انا من الناس اللي هم مرتبطين بعيلتي، يعني بحب يعني لما اسافر معاهم، بحب اروح معاهم في كل مكان، يعني عايش معاهم حياه الاب الطبيعيه يعني، لاني ما بحبش استغل عندي الفن، يعني ده بالنسبه لي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بعملها. فانا الولاد الكبار علي وعمر، حد بيلعب كوره شاطر قوي، علي وعمر بيمثل، علي ده كبير بيلعب كوره، هم توأم الولادين الكبار توأم. ايه ده الله، علي ما شاء وعمر الله. بيلعبوا وحد بيلعب كوره والتاني بيمثل وبيغني وفنان كده، عمل فيلم عشير سلامه ودره، وعمل كان في الفيلم معايا، وعمل فيلم اسمه نص جوازه، فعمر شاطر يعني، وعلي شاطر في الكوره. دول كبار، الصغيرين لسه بقى ما بانش، علي وعبد الله. بس عمر خلاص هيكمل في مجال التمثيل. هو عايز يعني. هو عايز. وبعدين لما بيروح يكلم حد او كده ما بيقولوش ان هو ابني، يعني بيقول له طب انا عايز اجي وبمثل وبعت له حاجات ليه، هو يروح وكده يعرف بعدها ان هو يقول لي مش تقول لي، فقال لي بابا قال لي يعني عايز اعتمد على نفسي، مش عايز بقى عايز يحاوله هو يعني. وبيروح وكده. بتحضر ايه في الفتره اللي جايه؟ عندنا ان شاء الله ميني البوم شغالين عليه، عندي غنوه حلوه جدا جدا اسمها اهلا وسهلا، هنصورها الايام الجايه مع المخرج نبيل مكاوي، انتاج شركه كيوب ميوزك. غنوه دي من احلى الاغاني اللي عملتها في حياتي، حاجه اكسكلوسيف. دي لحن صديقي ربنا يرحمه الملحن محمد النادي، هو توفى قريب، كان هو حضر معايا تيك الغنى وما سمعهاش بعد ما خلصت، بس غنوه حلوه جدا وانا بحبها. غنوه دي هتنزل قريب. وتوزيع جلال حمداوي ده من اهم الموزعين الموجودين في الوطن العربي، اللي كان عامل انت معلم وكده، هو عايش بره مصر يعني، فالغنوه حلوه وتوزيعها حلو وهتطلع بالشكل الكويس ان شاء الله. كل التوفيق وبتمنى لك النجاح. ربنا يخليك، وبسطت جدا معاكم، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. سي جدا، ربنا يخليك. فقرة
تاوت واتشت هرشح لكم فيها النهارده مسلسل لسه نازل جديد عشان تتابعوه. المسلسل هو الفريدو. قصه المسلسل بتدور حوالين فريد اللي بيشتغل شغلانتين في نفس الوقت، بيشتغل دكتور وبيشتغل شيف. المسلسل بطوله احمد فهمي، الهام شاهين، تاليف عمرو محمود ياسين، واخراج عصام نصار. حلوه حلاوه، يخرب بيت جمال. كفايه كده. بلطجة الصور دي مش ممكن يكون ربنا بيدينا فرصة ثانية؟ يمكن ومين بمتين ألف؟ انتي الكسبانة يعني؟ ده مش لازم يبقى عبيط. شكلك مبسوطة قوي مع الدكتور. بقولك انا زهقت، ما تيجي نفضها سيدي أحسن. لما جعان يا دكتور جعان. اوعى تزعل يا حبيبي. هتقول لها البوليس. ابعد عني، ابعد كمان. اضربي بس كده. يا زوزو تخدني عليكي؟ حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استنونا في الحلقه الجايه من On Set and have a nice weekend.